اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض المطبخ متنوع ومع نفس الطريق وبنفس مستوى الشغل ان احنا بنعمل اكلات بتناسب الجو البرد والشتاء، وبالتاكيد الشتاء له اكلاته. فطبعا غير ان احنا طبعا ممكن ناخد الطبق الشوربه المعروف شوربه العدس، ولكن العدس معايا النهارده العدس ابو جبه. عايز اعمل النهارده كفته الخضار والعدس يكون هو العصب الرئيسي او اللي هو يكون العنصر الرئيسي في الكفته بتاعتي. العدس ابو جبه هنستخدمه ازاي في اطباق الكفته؟ تشكيله لطيفه من انواع الخضار الموجوده من خير ارضنا، وهنعمل اقراص الكفته مشويه او مقليه حسب الرغبه. معانا سجق بلد النهارده، هنعمل طبق مكرونه بالسجق البلدي، ونشوف الاطفال الحلوين بيحبوا المكرونه دايما مع السجق وانواع الجبنه اللي هم حابينها سواء موزاريلا او شيدر. شوربه مشهوره جدا في بعض المطاعم وبتنسال على السوشيال ميديا، شوربه المشروم بالدجاج بتتعمل ازاي، واضافه الكريمه لها بتبقى لها قوام لطيف وجميل. عايز اشربها يا شيف مغازي زي ما بشربها في بعض المطاعم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله النهارده، وبالتاكيد هتعجبكم. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والاكل بتاعنا بسيط وسهل وبتكلفه قليله جدا. تقدر تعمل الطعم اللي انت عايزاه بشكل جديد وطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل، ازاي نعمل طاجن المكرونه بالسجق، طبق المكرونه بالسجق اللي ممكن تعمليه بمدرسه مختلفه وبطعم مختلف بمقادير بسيطه وسهله. معانا سجق بلدي من الجزار حبيبنا الاراضي في الشارع، نص كيلو كيلو لربع حسب الكميه وحسب عدد افراد الاسره. ومعانا شويه مكرونه بينا، المقادير على الشاشه، مكرونه بينا وسجق، ومعانا كمان بصله ناعمه وفص ثوم حلو، معلقتين من الزبده، زيت زيتون. ولكن انا شايف شفيق مركز على السجق على الهوبر. طب والمكرونه ايه رايك؟ ما نخليها كده حلوه؟ اه حلو. تعالوا مع بعض ازاي نعمل طاجن مكرونه بالسجق. حلو، ممكن الطاجن ده يكون مشهور في بعض المطاعم، بناكله مع اولادنا، بناكله بره، مفيش مشكله، بس انا خلينا نعمله النهارده بطريقتنا اللي هتعجب حضرتك. اول حاجه المكرونه في قلب الميه، تاخد غلوه على النار. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ ماء مغلي جيدا، اضافه القليل من الملح مع زيت الزيتون او الزيت حسب الرغبه، وما تحطيش المكرونه في الميه غير لما تكون بتغلي قدام عينك. علل ولماذا، ايه اللي هيحصل يعني؟ الدنيا هتقوم يا مغازي؟ لا، المكرونه هتتكسر، هتتعجن منك، هتفقدي جزء كبير من النشويات بتاعتها، لان على الميه ما تغلي هتاخد منك وقت، الوقت ده ممكن المكرونه تتكسر فيها وتتهري منك وتبقى معجنه. فانا عايز حبه المكرونه تبقى بشخصيتها وفي قلب الطبق. المكرونه هنا بتغلى على النار مع زيت زيتون. نيجي بقى للتركيبه بتاعت المغازي في طبق السجق. معانا سجق بلد اهو زي الفل، بناخد السجق ده نقطعه كده، نشيل ده من هنا زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال؟ شكرا يا عمي الجزار. اهو انا عارف انك انت بتحب الحاجات الحلوه دي. اهو خد دي كمان من اهو، كانه متعلق عند الجزار. اهو لما تيجي تشتري السجق من عند الجزار تجيب الحبايه اللي بتلمع قدام عينيكي، ما تجيبيش اللي ناشفه، خلي بالك. اهو بالشكل ده كده، العب يا السمك. هناخد ده كده زي ما هو ونقطعه مع بعض مكعبات. اهو ايه التركيبه بقى هنا مغازي؟ دايما لما بنعمل طواجن المكرونه بالسجق بتلاقي السجق ده تحول فجأة في ايدك للحمة مفرومة. ليه؟ يا اما بتقطعيه بسكينة باردة، يا اما بتحطيه على النار في طاسة باردة. كل ده بيوصلنا لمرحلة ان السجق يتهري مننا. انا عايز السجق ده بشخصيته الاقيه كده فصوص فصوص في قلب المكرونة. بالشكل ده كده، تقطيعة دي مطلوبة، والطاسة على النار فيها زيت زيتون بتسخن جدا وحيث سكينتك تكون حامية. اهو بالشكل ده كده، والمكرونه بتستوي على النار. دايما انا بضيف المكرونه نص سوا للصلصه اللي انا عاملها، سواء بولونيز اللي هي لحمه مفرومه مخلوطه بصوص الطماطم مع قليل من الزعتر والسكر علشان الحموضه، يا اما نضيفها مع الوايت صوص حسب الرغبه. اخبار الزيت ايه واخبار الطاسه ايه؟ زي الفل. معانا بصلايه ناعمه،
واسيب البصلية تاخد وقتها كده في النار. معايا فلفل حامي أخضر وأحمر. هي كده المكرونة، قصدي السجق والكبدة، لو ما فيهمش فلفل حار بالشكل ده بتبقى شخصيتهم ضعيفة، سواء بقى بنحب الحار أو بنحبش الحار حسب الرغبة. آه بالشكل ده كده، وده موجود عندنا عند الرجل الفكهاني بكثرة. بس أنا عايز أحمرهم الأول تحميرة حلوة قبل السجق مع البصلة. أوبا اللهم صل على النبي. وأبدأ أحط البهارات القليلة اللي هي بتظهر طعم السجق، أولهم الفلفل الأسود كده على البصلية بتاعتي بالشكل ده كده. ممكن إن احنا نعمل طاجن المكرونة ده نعمله بالطماطم أو نعمله بالوايت صوص حسب الرغبة. حلو قوي، نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. المكرونة أخبارها إيه؟ حلوة قوي. مهم جدا وانت بتسلقي المكرونه حذاري توطي النار على المكرونه وهي بتتسلق. زي ما حطيتيها على نار شديده تواصل عمليه الطهي. بدات اشم ريحه الكبده، ريحه السجق، دي الاساسيات لعمل كبده مقليه او مشويه او سجق بالطريقه دي كده. الله، لاحظ ان الفلفل كده شخصيته قويه في قلب الطاسه، بيستعد للايه يا عم الشيف؟ لشويه السجق بتاعنا. التومه الحلوه، شويه زيت زيتون بكثافه تاني. عمليه الاحمرار بتتم في حاله وضع الزبده الطبيعي. عايزه تحمري بصله حلوه، تومه حلوه، الزبده بتساعدك على عمليه التحمير. نقلب دول كده مع بعض اهو. شفت ازاي؟ ايه ده، بدانا نكح من ريحه السجق والفلفل الحار. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايفه؟ شايفه الاحمرار؟ انا عارف الصوره دي بيحبها شفيق. شفت الشقاوه اللي في قلب الصينيه؟ هي الزبده. بس امتى نضيف الزبده؟ الخبره الطهويه بتقول بتساعد على الاحمرار واللون البرونزي الجميل للبصلايه والتومه اللي انا عايز استخدمها. بس طبعا ده ما ينفعش ان انا احمر تومه في حاله لما اجي اعمل الطشه بتاعت الملوخيه، ازعل منك. شايفه الاحمرار ده كده؟ ناخد السجق بتاعنا الجميل الحلو ده كده. الله الله، هو ده يا دلعك. هقول لك على حاجه دلوقتي لطيفه جميله تسرع عمليه التسويه للسجق ويبقى بشكله ولطفته. كل خطوه بعملها لها تركايه، كل حاجه بعملها لها سر. زي ما هو كده، مش هقلبه، قلبتيه باظ من كل اللي بعمله. خلي بالك اوعي تقربي منه بمعلقه، وانا معاك اهو. هسيبه على النار زي ما هو وانضف مكان ما كنت بشتغل وانا واقف كده زي الباشا. حلو الكلام. هتعملي ايه؟ اللهم صل على النبي. من الميه اللي بتغلي بتاعه المكرونه ومعانا غطا الحله اللي فيها السجق، شفتوا بقى ازاي الرجاله اللي بتخش المطبخ؟ العب الرجاله اللي بتخش المطبخ وبتعمل السجق ويتهري منها بالطريقه دي، مستحيل يتهري منك. يلا سيبيها هسه كده واحنا مع بعض، والميه تكدب الغطسان زي ما بيقولوا. اللهم صل على النبي. هي كده تقريبا زي الفل، هو ده اللي انا عايزه. عينيا هنجيب، عينيا حاضر يا حبيب قلبي. هنجيب الحله كده اللي احنا هنعمل فيها المكرونه، بحطها كده. خرجنا عايز صوره حلوه. المكرونه اخبارها ايه؟ اهي بص على الحلاوه، بص اهي. مهم جدا وانت شفت حبه بحبتها. وتجيب المكرونه دي بيسموها المقصوصه، بيسموها المكرونه البنه، مكرونه قلم. حلوه. وجيب الصغيره، في منها الكبير وفيها الصغير، جيب الصغيره شويه تبقى لطيفه وحلوه. على قد بقنا زي ما بيقولوا. هنخلي المكرونه زي ما هي كده يا عم الشيف، ركزي بقى في الموضوع اللي جاي. ونشيلها كده. خلي بالك انا هستخدم شوربه المكرونه دي في شوربه المشروم اللي هعملها. المكرونه هنا جاهزه. زي الفل. ونشوف اخبار السجق ايه اخباره. هو ده اللي انا عايزه. انا بسله. خلي بالك احنا ممكن نعمل كل يوم الاكل ده، وكل مره لما اجي اعمله اعمله بمدرسه مختلفه. هو ده المطبخ. يعني هنخترع.
شفت السجق بشخصيته ازاي؟ ايه التركية هنا؟ حطيت مغرفة مية صغيرة، حطيت 3 4 معالق مية بيغلوا على النار، حطيتهم في قلب السجق وسبته كده بالشكل ده كده. تاخد المكرونة بتاعتنا الحلوة زي ما هي كده، تنزل في قلب الكاسرولة اللي هتخش الفرن. اهي يا دلعك يا شيف يا دلعك. مش هتقلبها؟ لا، مدرسة المغازي ما بتقولش كده، زي ما هي كده. معانا من الجبنة شيدر شوية، يا دلعك يا دلعك، اهو في قلبيها. ونقلب بشوية بقدونس معاها، يا دلعك يا عم الشيف. ونقلب دول كده مع بعض، جبنة بقدونس في قلبيها، خلي بالك هو ده الشغل العالي قوي قوي، اهو زي ما هي كده. طبعا المكرونة مسلوقة في ايه يا عم الشيف؟ في قليل من الملح والزيت زي الفل. معلقة فلفلة حلوة، السجق بتاعنا، مش هحط صوص طماطم. الله، طبعا المكرونة دي تسميه طريقة المغازي. اه خلي بالك ملوش اسم غير انك تسميه على طريقة المغازي. اه لا هو موجود في موسوعة علمية من الطهي ولا في مدرسة طهوية من الطهي غير حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. اه حمرنا بصلة وتومة بتكنيك عالي، نزلنا بالفلفل الحامي حمرناه، تقطيعة السجق بخبرة قطعناه، نزلنا بماء مغلي حطيناه، قفلنا الحلة لمدة 3 4 دقايق. معايا الشكل اللطيف ده كده، هاخد المكونات دي كلها واحطها بشكل هندسي على وش المكرونة. اه ايه الحلاوة دي؟ ها فكريني يا استاذ الحاب. والله طيب حاضر عينيا، شايفين المكر الاس؟ حاضر شايفين الجمال؟ ايه الجو ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ما قلبتش المكرونه ليه؟ بيسالني المخرج. هو ده بقى كده، ما انا عايز لما اكل الاقي في تفاصيل في الطبق. انا ممكن احط شويه الصوص دول هنا كده، شويه هنا كده، وخلص الكلام. في طريقتين، الطريقه الاولى هتجودي تبقى احسن مني، وانا بديك فرصه واسيب الصوره مفتوحه زي اخواننا بتوع الفوتوشوب. العب العب اه العب اه الله. الله عليك الله عليك، يا سلام. هو ده طلعت نزلت هي مكرونه بالسجق، بس الطريقه مختلفه. الحلقه بتاعتنا فيها شويه بساطه وسهوله، مرونه كمان للمطبخ، ازاي تخش المطبخ تعمل الاطباق اللي نفسك فيها بنفس المكونات ونفس الماتيريال اللي بيكون معاكي كل يوم. فتحت باب الفريزر لقيتي طبق فيه سجق ناسياه، كنت جايبه من عند الجزار تشكيله من اللحوم، خدت السجق ده خليتيه يفك في درجه حراره المطبخ، سلقنا كيس مكرونه من اللي موجود عندنا في درج المطبخ، عملنا صينيه مكرونه او طاجن مكرونه بالسجق بمدرسه المغازي بشكل وبطريقه مختلفه تاني خالص. عملنا النهارده راس الكفته لطيفه وجميله، موجود فيها العدس ابو جبه اللطيف الحلو اللي هو عنوان طبق الكشري المصري، موجود فيها طبعا البطاطس النشويات والكربوهيدرات، موجود فيها الكوسه المفيده للقولون، موجود فيها الجزر الغني بفيتامين سي، والبسله الجميله اللطيفه العنصر البوتاسيوم اللي مفيد جدا للسيدات الحوامل. الشوربه الجميله الحلوه بهدية للاطفال الحلوين اللي بيحبوني دايما بياكلوها في بعض الفنادق او في بعض المناسبات. يعني ببساطه وسهوله تقدري تخش المطبخ تعملي طعم تاني وشكل تاني وصوره تانيه بتكلفه قليله جدا، لان معاكي شيف شاطر بتشوفيه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.